فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته 34 لهذا العام ستكون تحت شعار اشتقنا لك. هذا ما أعلنته إدارة المهرجان الذي سيقام في الفترة من 18 وحتى 28 من شهر تموز المقبل. وسيضم المهرجان فعاليات جديدة مستحدثة كمهرجان الأفلام السينمائية الذي يشارك فيه 25 فيلما. كما سيشارك في المهرجان كوكبة من النجوم المحليين والعرب، وسيشهد العديد من الفعاليات التي ستقام على المسرح الشمالي وستكون مميزة بمشاركة مطربين عرب. وفي المهرجان تشارك 25 فرقة أردنية تمثل محافظات الأردن والعديد من الفرق العالمية، إضافة إلى مشاركة عدد من الشعراء والنقاد الأردنيين. وتسعى إدارة المهرجان إلى إعادة الثقة والقلق لهذا المهرجان من خلال تطويره وحقنه بالعديد من الأفكار الجديدة كالمسابقات. احنا ايضا حريصين دائما نحن ومن سياتي بعدنا انه دائما نكون في عمليه تطوير وتحسين وتجويد لمهرجان جرش ولفعالياته ولمخرجاته. كنا حريصين، بحكي انا باسمي واسم اللجنه الوطنيه، على صعيد سياسات مهرجان جرش، على صعيد الرؤيه الشموليه مهرجان جرش، على العديد من الامور. ابرز هذه الامور تعريف مهرجان جرش. تعريف مهرجان جرش بوصفه مهرجان وطني عربي عالمي. جديد هذا جرش انه احنا بنشتغل على كل مسارح جرش هذا العام، لا نقتصر العمل لا على الجنوبي ولا على الشمالي. عندنا ارتمس، عندنا الصوت والضوء، وعندنا الساحه الرئيسيه، وعندنا الشارع العمدي. وشارع العمدي ايضا لا يقتصر عمله فقط على المعروضات، يعني هنالك برامج للاطفال مجانيه وحكواتيه.